بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معايا محبي ومتابعي قناة بيبل تعليم الخياطة والتفصيل للسهل الممتنع. النهاردة هنتعرف مع بعض طلباتكم ازاي تقدروا تعملوا سالوبيت أو جامب سوت أوف شولدر بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. زي ما انتوا شايفين دي عبارة عن سالوبيت فسكوز أو قطن الخامة بتاعتها، والأوف شولدر اللي هو الكورنيشة ده يا جماعة عبارة عن جوبير اللي هو ليه شكل معين، هو بتلاقيه شكله مخرم او فيه ورد او حسب ما انتي بتحبي الشكل بتاعه او القماش ده. زي ما احنا شايفين ده بيبقى متوفر دلوقتي قماش كل الالوان. بنجيب طبعا برضو الخامة دي كمان، يفضل ان هي تبقى فسكوز قطن يا جماعة، بيبقى شكلها افضل بكتير. اهي يا جماعة ده شكلها برضو واضح اكتر. فالاوف شولدر بس هي الركامة بتاعتها او اللي هو الجبير اللي تحسيه مخرم بس نازل، طبعا كتير متوفر عندنا الشبه الركامة دون بالمتر عادي. يكفيك ان انت تجيبي منها، يكفيك ان انت تجيبي منها ربع متر او نص متر على حسب عرض الكلوشة اللي انت عايزاه. لو خدنا بالنا هنا هنلاقيها هنا طويلة شوية، هنا حسب الطول اللي انت عايزاه دون، وطبعا حسب مقاس الاوف شولدر بتاع البنوتة. تمام. طبعا يا جماعه الاوف شولدر من ورا زي قدام عادي، اهو دي صوره خلفيه عاديه. فاللي هو الاوف شولدر امامي زي خلفي، يعني ما فيهوش اختلاف خالص. اوكي هنشوف النهارده نقدر نعمله ازاي مع بعض. احنا هنشوف يا جماعه الاوف شولدر بتاعنا اللي انتوا شايفينه دون، طبعا على حسب حجم او جسم يعني البنوته بتاعتنا، بتاخد من حوالي من متر لمتر ربع متر ونص على حسب الجسم بتاع البنوته. تمام. طبعا والجوبير ده بتجيبيه منفصل، شوفي انت عايزه عرضه قد ايه. طبعا انت بتجيبي طول الجوبير نفسه قد ايه، يعني مثلا عايزاه مثلا لو ليكن 10 سنتي، العشرة وعشرة يبقى 20، يبقى انا هجيب ربع متر. طب هتلاقيه في عرض يا جماعه كام؟ في العرض بتاعي المتر ونص اللي هو الثابت معايا، يعني ممكن الربع متر اصلا هيكفيه وهيتبقى منه. تمام. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه يا جماعه هبدا بيها، هعمل اول البنطلون بتاعنا اللي هو الجامب سوت من تحت، الجزء اللي من تحت بتاع الجامب سوت بتاعنا. هاي كده هجيب القماش بتاعي هطبقه عادي كده على الاربعه. هنشوف الاربعه دي هو المفروض يبقى قد ايه. طبعا الحاجات دي واحده واحده بنفهمها وانا شغاله، تعرفي انت انا قصدي ايه. انا كده طبقت على الاتنين، بعد كده هطبق على الاربعه. طب هسيب قد ايه هنا؟ هسيب هنا حوالي 3 سنتي في الناحيه المفتوحه دي، هسيب هنا حوالي 3 سنتي وهبدأ احط الايه القماش بتاعي، اثبت كده القماش بتاعي. اول حاجة هعملها كده هاجي من فوق يا جماعة وهنزل من فوق كده، من فوق كده هنزل اسيب حوالي 3 سنتي عندي هنا، من 2.5 لـ3. تمام. دي اول حاجة هعملها. طيب انا هشتغل اول حاجة يا جماعة الامامي، يا ريت كل حاجة زي ما احنا اتعودنا قبل كده كتير، كل الامامي بلون والخلفي بتاعنا بلون. ادي كده انا هرسم كده، انا سبت هنا مثلا حوالي من 2.5 لـ3 سنتي. اوكي تمام. ده اول حاجة هتعمليها. بعد كده ان احنا قلنا قبل كده المقاسات المطلوبة بتاعتنا، ان احنا عندنا طول خارجي وطول داخلي، فانا عندي هيبقى فيه طول داخلي وطول خارجي. الطول الخارجي كده يا جماعة اللي باخده كده، اللي باخده من فوق، من فوق لتحت، من اول الوسط يعني لحد الطول المطلوب بتاعي، ده الطول الخارجي اللي هو طول البنطلون نفسه، ده اللي هو طول البنطلون نفسه. تمام. بعد كده الطول الداخلي باخده يا جماعة من مكان ما انا وقفت كده بالطول بتاعي اللي هو الخارجي لغاية مكان الحجر بتاعي. طيب المرة دي انا عايزة طول الحجر يا جماعة هيكبر شوية، يعني انا هنزله لتحت شوية، يعني مش هقعد ارفع كده طول الحجر. ما كل ما ارفع الطول الداخلي ده يا جماعة الحجر هنا بيصغر، لا ده انا هاخده اخلي الحجر اطول شويه نازل لتحت اكتر، عشان زي ما انتم شايفين كده السالوبيت بتاعتنا دي بأستك زي كده، فطبعا محتاجه ان انت بترفعيها وتكشكشيها كده بتبقى ايه مهدله شويه عند الجزئيه دي. فطبعا انت كل ما بترفعي، لما بترفعي الاستك بتاعنا دون الحجر نفسه كمان هو كمان بيطلع لفوق. خلاص كده ده الايه اللي انا عايزه اقوله لكم، ان انت هتصغري الطول الداخلي بتاع البنطلون عشان الجزء بتاع الطول بتاع الحجر يبقى كبير شويه، فما يجيش عند البنوته كده في الجزئيه دي تبقى صغيره قوي، يبقى شكل السالوبيت بتاعك مش حلو. لان ما تنسيش السالوبيت دي يا جماعه جزئين احنا قفلناهم، فلازم الجسم ياخد راحته فيه. خلاص. وزودي طول البنطلون الخارجي شويه عشان لو انت احتاجتيه، عشان ما تجيش تقصري الدنيا شويه. ولو الطول وانت بتعملي بروفه ابقي الزياده البسيطه اللي في الطول البنطلون من تحت قصريها. ماشي يا جماعه. تمام. يبقى انا كده خدت الطول الخارجي بتاعي، هاخد الطول الخارجي بتاعي اهو زائد تانية رجل بتاعتي، وهقول مثلا هي
لغايه هنا اوكي. بعد كده باخد الطول الداخلي اللي انا قلت لكم ان انا هاخده اقل شويه، يعني انا مثلا بدل ما كنت هاخده لغايه هنا اهو مثلا، لا ده انا هنزله تحت شويه عشان انا عايزه الحجر المره دي كبير شويه، واخليه كده. اول ما باخد النقطه دي دايركت على طول كده هدخل من هنا حوالي 2.5 سم 3 سم على حسب الجسم. لو البنوته يا جماعه لغايه سن 12 ادخلي 3 سم، اقل خشي 2.5 سم. عايزه تكبريه عادي مش هتفرق، يعني لو عملتي 3 هيبقى الحجر كبير شويه، بس طبعا لو 4 سنين 5 سنين لا اخليه 2.5 سم تمام. ده كده عندي فين؟ ده كده عندي في الامامي بتاعي اللي انا شغاله عليه ده يا جماعه، ده امامي. هروح داخله كده اهو، بعد ما بدخل 2.5 او 3 سم بطلع كده خط عمودي دايركت كده على طول لحد الخط اللي انا عاملاه خلاص تمام. بعد كده باخد من هنا من النقطه دي، من النقطة دي هاخد ربع دوران اهي، من النقطة دي باخد ربع دوران الوسط بتاعي، يعني باخد دوران الوسط بتاع البنوتة وبقسمه على اربعة. طيب ده الكلام ده بقى لو انا ما عنديش السلوبيت بتاعتي فيها استك خلاص، لا لكن المرة دي في السلوبيت هنا الوسط ده فيه استك، يبقى معنى كده ان الوسط زيه زي الارداف. يعني هاخد كده الاول ارداف هفهمك يعني ايه، يعني هاخد ربع دوران ارداف، هاخد ربع دوران ارداف. يعني مثلا مثال لو دوران الارداف بتاعي مثلا 60 يبقى الربع بتاعه كام؟ 15. 15 وبضيف عليه كمان زيادات، يعني بضيف على ال 15 دول على الربع ده لوحده بضيف حوالي مثلا 3 سنتي تمام. عايزه توسعي الجامب سوت او السلوبيت عند الارداف كده بزياده براحتك، طبعا انت بتعملي القماشه اللي هي الخامه للقطن فلما بتوسع بيبقى شكلها حلو مش وحش، يعني ممكن اخليها 3 4. عايزه بعد كده في البروبه حسيتيها واسعه عادي ممكن تصغري او تدخلي من سنتي او حاجه في الخياطات الجانبيه خلاص طبعا، وبنسيب امان برده عشان لو حبينا ان احنا نوسع مش نضيق. المهم انا هاخد كده من النقطه دي ربع دوران الارداف زائد الزيادات بتاعتي، وهقول ان هي النقطة بتاعتي لغاية هنا دي كده الخط بتاع الارداف بتاعي. طيب انا نفس المسافة دي بتاعت الارداف اللي انا خدتها هطلع بيها فوق، هي نفس مسافة الوسط بتاعي. يبقى كده انا عملت ايه؟ انا خليت الوسط قد الارداف. ليه بقى؟ عشان انا عندي الوسط فيه استك وواسع. يعني هنا ما خدتش دوران الوسط، ده بمعنى اصح يبقى انا اشتغلت على دوران الارداف كده تمام؟ تمام. هاجي كده هنزل تمام يا جماعه، انا هنزل بقى بعد كده بنفس محيط الارداف ده لتحت اهو كده، بنفس المحيط بتاعي هنزل لتحت اهو، اصبح البنطلون برضو نفسه هو كمان واسع خلاص. طيب هطلع من هنا من السد او الدوران حجر بتاع الامام هطلع 1.5 سم، هطلع كده 1.5 سم عشان هاخد عليه الحرده بتاعتي اهي خلاص يا جماعه تمام. هاجي بقى عند الخط ده كده هنزل 1.5 سم او 1 سم عادي تمام اهو، وانا باكد ان انا بزود، هتعملي حسابك ان انت هتكبري الحجر بتاعي وزودي يا ستي في الطول بتاعك، لان انت ممكن وانت بتعملي بروفا البنوته حابه ترفع السلوبيت بتاعتها اكتر، فكل ما هترفع اكتر كل ما كمان البنطلون هيقصر، فانت عشان في ناس ما بتعرفش تظبط الموضوع ده لا يبقى انا هسيب الجزء البنطلون طويل شويه، الطول ده يمكن ينفعني ما يبوظليش الموديل بتاعي، وانا كده كده كبرت طول الحجر، فانا كده عملت احتياطاتي بالنسبه للاخطاء اللي بتقعوا فيها بالنسبه للسلوبيت بتاعنا خلاص. طيب انا كده اصبح عندي كده الامامي جاهز خلاص، طبعا هعمل كده الخلفي بقى عليه، نكمل الخلفي. اول حاجه في الخلفي هاخدها اختلاف كده من تحت يا جماعه، هدخل كده حوالي من الناحيه دي هنا حوالي من سنتي لسنتي ونص برضه، من الرجل اللي هي الاماميه هطلع لبره كده حوالي من سنتي لسنتي ونص، وهعلم اللي انا شغاله فيه بقى دلوقتي ده الخلفي. هاجي كده انا دخلت هنا كام؟ دخلت 2.5 مثلا او دخلت 3 زي ما دخلت هنا، هطلعهم نفس المقدار بالظبط، عشان طبعا احنا ليه يا جماعه هنا عاملين ده الزياده دي؟ عشان الخلفي في الجزء اللي تحت اكبر من الامامي خلاص، يعني دخلت في الجزئيه دي 3 هطلع 3 وهكذا. طيب هطلع من هنا هزود الحردة بتاعتي حوالي سنتي او سنتي الا ربع كده، واطلع بيها لحد فوق كده، حتى ان شاء الله ممكن اطلع على مفيش يعني عادي في مش مشكلة اهو خلاص، هطلع كده على لغاية فوق خلاص كده تمام. انا نزلت هنا 1.5 سم هطلعهم زي اللي نزلتهم هطلعهم، فانا هطلع برضه على نفس الخط الاحمر ده، هطلع من الخط اللي انا خدته بتاع 3 سم هطلع فوقيه على امتداد الخط الاحمر 1.5 سم وهعمله كده اهو. يبقى انا هنا في الامامي في الخلفي طلعت، في الامامي نزلت تمام.
هروح مواصلة، انا مجرد ما رسمت الامام يا جماعة هتلاقي الموديل بتاعك كأنه اترسم، مفيش اي مشكلة، بتحطي بس زياداتك اهو. يبقى انا كده عندي الخلفي وعندي الامامي. هبتدي كده اقص انا عندي هنا طبعا، هنا بسيب ده كله، الجزء ده امامي، الامان ده بتاعي اللي هو اللي انا بسيبه في الجناب. اول حاجة يا جماعة هقصها كده، هقص الاتنين من الجناب كده عادي، طبعا انا سايب على قد الامان بالظبط، فانا هعمل كده هسيبه خلاص، ده كده هسيبه يكفيني امان. هاجي هقص اول حاجة في البنطلون عموما، بقص الخلف الاول، هاي كده على الخلف اللي هو النهو اللي هو الاحمر، هاجي كده اقص الاحمر اهو، يا رب يكون واضح وانا بقص اهو. هاجي كده هسيب يا دوبك سنتي للخياطات والاوفر بتاعي. انا بقص على ايه؟ على العلامات الحمراء اهي اهو يا جماعة، تمام اوكي. ده كده بالنسبة لي مين؟ ده بالنسبة لي الخلفي. هاجي كده بصي هروح كده انا قصيت اهو، هروح ركناه كده، هاجي للامامي بقى اكمله. ثبتي كده قماشك برضه عشان ما يجريش منك. هاجي بقى الامام ان هو يا جماعة اللي هو الاسود ده طبعا اللي انا رسمته في الاول خالص، فانا همشي كده اهي على العلامات الاولانية خالص اهي، تمام. هسيب برضه عند الحجر حوالي سنتي خياطات، طبعا الجزء ده مقفول هفتحه بس اهو، تمام اوكي. فاصبح عندي ده خلف وده امام. هاجي اعمل ايه بقى؟ هخيط الحجر الخلفي كده وهخيط الحجر الامامي كده بس اهو. يا جماعه خيطنا الحجر الامامي اهو، الخلفي اهو، خيطنا الحجر الامامي اوكي. طب هجيب كده وش على وش، ادي الوش بتاع الخلفي وادي الوش بتاع الامامي، واروح مركبهم كده ببعض، وهبدا بخط الحجر الاول اهو، بحط الخيط على الخياطه، ببدا اخيط الحجر بتاعي. بصوا هتتممي على الاطوال بتاعتك اهي، الطولين قد بعض بالظبط اهو، الناحيه دي والناحيه دي. اول حاجه بعملها ان انا بخيط الحجرين الاول اللي هما دول، بخيط كده كده اوكي. اهي يا جماعه خيطت اول حاجه الحجر بتاعنا اهو، ده اللي هو الجزء ده. بعد كده هتمسكي الجناب خيطيها برضو، ممكن ترتيب الخياطة الجامب سوت اصلا بمراحل مختلفة، بس احنا هنقفل الاول الجزء اللي تحت ونرتاح خالص منه. فخيط الجنب ده الاول كده، اروح حاطه كده الامامي على الخلفي كده بالظبط، وخيط وارجع لنفس الجزء طبعا ده اللي احنا مزودينه يا جماعه. هاجي برضه احطه كده على بعضه وهبدا ايه اخيط اوكي. يا جماعه انا كده خلاص قفلت البنطلون كامل طبعا اهو، طبعا تعديليه اهو. يبقى انا كده خلصت اكبر يعتبر جزء، الجزء الاول من البنطلون بتاعي الجامب سوت قصدي بتاعتي السلوبات اهي، ده الجزء اللي تحت خلاص كده انا خلصت منه خالص. هركن كده واشوف الجزء بقى اللي فوق اللي هو الاوف شولدر بتاعي هعمله ازاي. طيب هنيجي بعد كده للجزء اللي فوق اللي هو الاوف شولدر بتاعنا يا جماعة. اهم حاجة هنا دلوقتي هتعرفي ان انا بشتغل هنا، انا كنت هنا في الوسط اشتغلت على محيط الارداف، انا مش كنت خليت الوسط قد محيط الارداف، هنا برضه تشتغل على نفس المحيط، هي كده كلها تبقى واسعه اصلا، ويجي الاوف شولدر والاستك هنا هما اللي بيكشكشوها خلاص. يبقى انا هنا هاخد نفس المقاس بتاع محيط الارداف بتاعتي طبعا زائد زيادات الخياطه بتاعتي، يبقى كده نفس المحيط ده اللي انا اشتغلت عليه الارداف والوسط هو هو نفس المحيط بتاع البلوزه دي، تمام. طبعا هو مثلا لو انا عملتها كده يبقى ده امامي وده خلفي كده على الاربعه، طبعا هروح مطبقه كده على الاربعه زي ما احنا متعودين وعارفين ان الجزء الاوف شولدر ده يا جماعه بيبقى فيه باقي جزء متبقي من حردة الابط. يعني انا هو لو هنا مكانه متبقي، بص لو بصيت هتلاقي متبقي كده جزء من حردة الابط بتاعتنا. طيب انا هبدا اخدها كده، لو السن صغير ممكن اخد 5 في 5، اكبر شويه هاخد 6 في 6، وممكن المقاس ده يبقى بالنسبه لك صغير، بس انا قصدي كلمه عشان انتي ما تحردهاش قوي وتكبر، تمام. او ان انا ممكن اشرحها لك كده، يعني مثلا افترضنا ده الربع بتاعي اهو، ده ربع الكورساج بتاعي. انا الاوفشور ده يا جماعه انا خدته مثلا الطول بتاعه من هنا، طبعا انا بقيس الطول بتاعه من هنا من الجزئيه دي، ده كده، لكن دي خلاص دي ملهاش لازمه في الاوفشور ده اصلا ما تبقاش موجوده. يبقى انا الطول بتاعي كطول هاخده دلوقتي من هنا، هنعرف دلوقتي ازاي، احنا لسه ما كملناش، هناخد من هنا لحد الوسط بتاعي زائد زياداتي زائد حوالي 5 سنتي، يعني انا باخد ده زائد حوالي 5 سنتي عشان احنا اتفقنا في استك، وده كمان بيترفع زي ما عملنا في البنطلون بتاعنا، قلت لك هتزودي في طول الحجر وطول البنطلون الكلي.
هاجي هنا اخد المقاس ده زائد ال5 سنتي خلاص. لو خدتي بالك شايفه الجزء ده بتاع الحد، انت عايز ترسمي على الورقه وهتقولي لغايه هنا، هتقيسي بقى الجزء ده كده طوله قد ايه وعرضه قد ايه، خلاص لو انت عايزاه على قد الجسم بتاعك خلاص، ممكن تعمليها على ورقه كروكي عادي مفيش مشكله. طيب انا كده وضحت الامور ازاي، يعني عرفتك ازاي تقدري تاخديها المقاس. طيب انا هاخد الاوف شولدر ازاي، طبعا هو الجزء بتاعه ده من هنا لحد الوسط، قلت زائد حوالي من 3 ل 5 سنتي، 5 سنتي مثلا عشان خاطر يبقى زي ما قلنا كده الاستك ده يبقى مرفوع لفوق، ويبقى برضو الجزء اللي فوق برضو طويل شويه. وانت بتعملي بروبه قبل ما بتركبي الاستك يا جماعه، وتشوفي هل كده انا حطيت زيادات دي انا راضيه عنها وشكل الموديل شيك، او محتاجه ان يتاثر شويه عادي، دي مفيش مشكله، بس بدل ما تبقى قصيره معاكي ملهاش علاج. طيب انا هدخل من هنا مثلا المسافه اللي انا قستها، اذا كانت مثلا 4 5 على حسب، ممكن اعملها كده دوران، اخدها دوران بسيط، او ممكن اخدها خط مستقيم مش هيبقى فيه مشكله اهو. تمام طبعا هنا ده، طيب انا هنا يا جماعه لما خدت الطول ده خدت زياده 5 سنتي، وبعمل حساب كمان ان في زياده فوق حوالي 2 سنتي خياطات، خلاص يعني ممكن هو بيبقى بيتراوح الطول الزياده فوق الاوف شولدر من 5 ل 7 سنتي. طب هنشوف ليه دلوقتي، اصبح عندي الجزء بتاعي اهو اهو يا جماعه باين اهو واضح، ادي حده الجيرو المتبقيه عندي. طيب نيجي بقى نتكلم عن حاجه تاني، ان انا عندي الكورنيشه اللي انتوا شايفينها دي ليها مقاس اسمه مقاس الاوف شولدر، يعني بجيب كده اهو البنوته قدامي اهي، وباخد المقاس ده حوالين، بصوا حوالين دراعاتها كده اهي كسرناها اهي، بصوا اهو هاجي كده المقاس ده كده باخده حوالين كتافها كده، دراعاتها على دراعاتها من فوق، ده المقاس ده اسمه الاوف شولدر يا جماعه، ده للكبير الصغير عادي، يبقى المقاس ده اسمه مقاس ايه الاوف شولدر. طب معلش ده مقاس الايه الاوف شولدر بتاعي، باخده على كتاف كده مرمي كده على الكتاف زي ما كان الكورنيش ما هيبقى موجود. طب باخد المقاس ده وبضعفه، يعني طلع لي 60 مثلا هخليها عايزه قماشه 120، طلع لي 50 يبقى انا عايزه القماشه طولها 100، وهكذا. عايزه تقللي قلنا قبل كده بنقلل حاجات بسيطه، وهحط لك صندوق الوصف برده طريقه الاوف شولدر لوحدها منفصله، وهحط لك برده صندوق الوصف سلوبتات كتيره عملناها شكلها شيك جدا حلو قوي، لو انت عايزه تعملي سلوبتات هتعجبك، خش كده واتفرجي هتعجبك ان شاء الله للعيد. طيب انا كده خدت مقاس الاوف شولدر بتاعنا خلاص. طيب انا هعمل ايه، اول حاجه هتعمليها قبل ما نكمل ان انت هتنضفي الحداد دي، منضفه ببي او ان انا اعملها اوفر واتنيها لجوه، تمام ده كله هيبقى متنضف، بالذات الحداد هما الاتنين دول الناحيه دي يمين وشمال يبقوا متنضفين. انا هعمل ايه، اول حاجه هعملها همسك، انا عايزه انصص المنطقه دي اللي هي عند الصدر فوق عند الحرده، هروح مطبقاها كده بالظبط مظبوط، واروح كده جايه عامله لها فرد عشان التركيب. طيب هعمل الكورنيشه بقى ازاي، انا قلت لك ان الدوران اللي انا خدته ده مثلا سي كده مثال طلع لي 50، يبقى انا عايزه القماشه بتاعتي 100 خلاص. طيب طول بقى الكورنيشه نفسها قد ايه، بجيب من اول اوف شولدر بشوف انا الطول عايزه قد ايه بقى، عايزه 5 10 20 15 على حسب الكورنيشه اللي نازله دي قد ايه، انا اللي بحددها. طيب طلعت مثلا انا عايزاها 10، بزودها يا جماعه بخليها حوالي 13 ل 14 سنتي، لان هنشوف لازم فيها زيادات هنعملها اهي يا جماعه. انا لما قست مثلا دي وقلت لك ان هي 50 هخليها 100، انا ممكن ما الاقيش حته قماشه عندي، وده في الغالب طبعا متصل على بعضها متر، يبقى انا هعمل ايه، هجيب 50 و50، لكن ما ينفعش ان انا قلت قبل كده ما ينفعش اجيب مثلا 75 واروح ايه موصلاها بحوالي 50، عشان لا انا عايزه الخياطات يا جماعه تبقى هنا عندي جانبيه في الاوف شولدر، لكن ما يجيش كده قدام ولا حاجه، ده بيبقى عيب في التفصيل، احنا عايزين نطلع حاجه الفينش بتاعها نضيف زيها زي الجاهز. اوكي تمام هاجي اعمل كده، ادي كده اصبح عندي ادي 50 وادي 50، دول 100 اللي انا عايزاهم طبعا في طول الكورنيشه اللي انا عايزاها زائد الزيادات اللي قلت لك عليها، تعرفي انا هعملها في ايه. اول حاجه ان انا هعمل لها ايه، هاجي انضفهم كده يا جماعه من الطرف بتاعهم اللي هو بيبقى تحت كده، الطرف اللي هو بيبقى من تحت هنا الواضح، طبعا ان انا باجي انضفه بعمل له اوفر واتني، او ان انا اعمله تانية جوه تانية، وطبعا اللي ده هنعمله جوبير، ده اللي هيبقى جوبير الخامة اللي هي متفرغة، هي طبعا بنفس اللون بس هنعملها متفرغة طبعا بالجوبير ده، هتجيبي حوالي ربع متر، شوفي انت عايزة قد ايه، اديكي ادينه قلت لك حسبتها، هتاخدي الدوران والطول، شوفي انت حسبتها ايه وانت هتعرفي تقيمي كل حاجة، بقول لك حسبتها يا جماعة عشان انت نفسك هتقيمي لأي سن.
طيب انا هعمل زي ما انا عملت هنا فرد تنصيص للجزء ده، انا هعمل كمان هنا عايزة اعمل تنصيص للجزء ده، فهطبقهم كده على الاتنين مع بعض واروح عاملة هنا فرد. ليه؟ هنعرف ليه دلوقتي. طبعا انا خلاص المفروض ان انا بتعامل مع الجزء ده كأني نظفته خلاص وتنيته. نوضح الفرد شوية هنا. هاجي اعمل كده بقى يا جماعة، بصوا كده معايا. انت طبعا هتخيطيهم بالجناب، بس احنا مش هنخيط دلوقتي، انا عايزه بس عشان لو حد مبتدئ ما يتلخبطش. هاجي اعمل كده، هفترض كل واحده دي بتاعت الخلف الخلفي ودي بتاعت الامامي مثلا الامامي. هعمل كده، هخلي وش، بصوا كده معايا، هعتبر ان ده كده وش الجوبير بتاعي. خلي الوش بتاع الجوبير على ظهر البلوزه، وش الجوبير على ظهر البلوزه، يعني ده وش البلوزه الناحيه التانية اللي هو للترابيزه كده، ده وش البلوزه اهو، ده وده وش الكورنيشه بتاعتنا او الجوبير بتاعنا، هو لازق في ده. ليه؟ انا عايزه اخيطها عشان اقلبها لبره نظيفه. هعمل ايه بقى؟ احط الفرد على الفرد وهاجي اخيط. هبدا اخيط، بس اخيط فين بقى وازاي هقول لك انا فين وازاي. هتيجي تنزلي هنا حوالي من 2.5 ل 3 سنتي كده شويه تحت، عشان دي اللي هتطبع لي المجره بتاعتي. يعني انا مش هاجي اخيط كده في الطرف، بصوا شفت الفرق بين دي ودي كده، يعني مش هخرط على الطرف، لا ده انا هنزل شويه. يبقى دي لا، هنزل كده. طبعا انا كنت نضفت حدات الكم المتبقيه، حدات الجيرو المتبقيه دي زي احنا اتفقنا اهو، دي لازم اعملها تحت شويه عشان هي اللي هتطبع لي اللي هتخلي تديني التانية. ازاي؟ بصوا كده. طيب هقول لكم ازاي. اديني اهو رحت قلباها لبره اهي، طلعت نظيفه. تبص لها كده نظيفه كده نظيفه. بص كده في باقي الكورنيشه، هي اللي مخلياني مكان المجرى بتاع الاستك هي اللي طبعته لي. لكن انا بقى لو خيطت على الطرف مش هلاقي مكان ادخل فيه الاستك اصلا، مش هلاقي مكان اصلا اعرف اتنيه. تمام. طيب زي ما انا عملت الناحيه دي هعمل الناحيه التانيه. احط كده، احفظي معايا، وش الكورنيشه على ظهر البلوزه، وهبدا اخيط من تحت شويه اهو. تمام اهو، انا هحط لك صندوق الوسط طريقة عمل البلوزه الاوفشور ده لوحدها، من غير لو هي اللي انت عايزه تعمليها بلوزه بس من غير صالوبات، وهاجي اقلبها كده. خلاص انا عملت الاتنين في الحاله دي، خلاص انت كده فهمتي. فالمفروض ان انا احط كده مثلا وش على وش، وهبدا احط ايه الجزء بتاعي بتاع الجناب بتاعتي وخيطهم. خلاص انا كده انا فهمتك انت ماشيه ازاي. هقفل الجناب، انا كده خلاص خيطت، حطيت وش على وش وخيطت الجناب زي كالعاده، يعني كاي موديل بنعمله كده اهو. خلاص هاجي اعمل ايه برضو؟ لو انا جايبه طبعا الكورنيش ده قطعتين منفصلين، فهاجي برضو كده احط ادي الوش على الوش برضو زي كده، وهرجع اخيط. طبعا هتخيطي على الطرف كده، هتسيبي حوالي نص سنتي لسنتي، هديكي هتدي اوفر بنفس درجه القماش بتاعنا، لون القماش بتاعنا، بحيث ان هو ما يبانش مع المكوى والكشكشه، مش هيبان حتى مكان الخياطه، بس طبعا هي تبقى خياطه جانبيه. بصوا هتبقى في الجنب كده مع المكوى والكشكشه، مش هتبقى باينه، لكن ما ينفعش تبقى لي كده في النص او في الجنب كده من الجنب باين، لا لازم في الجناب على الكتاف كده من الجناب اللي هي مش واضحه لينا اهو. تاني هخيط، احط وش على وش برضو الكورنيشه بتاعتي اهو. عايزه تعملي برضو البلوزه دي قصدي الجامب سوت دي او السلوبيت دي بقماش مشجر، طبعا بتبقى جميله جدا، هي هي بس طبعا مع اختلاف، هي اختلفنا بس في شكل القماش بس. طيب انا كده اعتبر جزء قربت اخلص. هعمل ايه بقى؟ هروح مخيطه جايه كده على الوش اهو، كل واحده لوحدها طبعا، واخيط. طبعا ما ينفعش ان انا احط الاستك هنا كده، لا لازم احبس له او ان انا اخيط له مكان المجرى بتاعه، مكان المجرى بتاعه. هخيط كده، همشي كده هخيط خياطه مكان المجرى بتاعه. بصوا يا جماعه اهو، هقعد اخيط. طبعا هنا ده الجزء الكورنيشه ده بيبقى كله اخد اوفر، كله نضيف، عشان لما تني كده تانيه واحده مش تانيه طبعا جوه تانيه، وهاجي اخيط مكان المجرى بتاع الاستك بتاعنا تبقى نظيفه، مش هتقعد تنسل. لو انت عاملاه شيفون او عاملاه اي خامه، الخامات دي كلها يا جماعه بتنسل بتشرشب يعني منك. فانا كده اخيط خلاص المجرى، فانت بصي هتلاقي نفسك بتخيطي داير ما يدور، هتقعدي كده تلفي بالخياطه، تلفي كله كله كده يا جماعه. انا كده بحدد المجرى بتاعي في طول البلوزه داير ما يدور كله. تمام تمام بعد ما المفروض ان انا بخلص خلاص اهو، المفروض ان انت بتعمليها بقى كلها اهو يا جماعه. انا كده خيطت داير ما يدور. تمام طبعا هتسيبي الجزء كده
مفتوح من ناحية عشان هندخل فيه الاستك من هنا. طب الاستك ده هيبقى قد ايه؟ احنا مثلا خدنا الدوران بتاع الاوف شولدر ده مثلا 50 زي ما احنا قلنا، مثلا مثال سي يعني مثال. هخليه مثلا الـ50 دي ممكن اخليها ايه، اخد التلتين منها، ممكن اخليه مثلا 30، بحيث ان هو لازم الاستك يبقى مضموم يا جماعة، يبقى فيه ضمة، يعني لازم يبقى ايه، تحسيه كده ايه مضموم، ما يبقاش قد ده مرخي، لا لازم يبقى اقل من مقاس الاوف شولدر. شوفي بقى انت هتعملي مثلا، ادي عملت الـ30، هروح جاية كده بادئة من هنا من الجزء، انا كده خلاص خيطت داير ما يدور، بس سبت ناحية فيها سنتي كده مفتوح، وهدخل الاستك مكان ما هدخله، مكان ما هتلاقيه طلع تمام. هتروحي مثلا ايه ربطاه الاول، ربطاه كده واعملي بروبه للبنوته او ليكي حسب ما انت عايزه. إيه خلاص طلع مظبوط، بروح فك العقده دي، طبعا ما ينفعش مش محبذه طبعا، بروح جايه بعد ما فكتهم خلاص اتاكدت ان المقاس اوكي مظبوط معايا، باجي احط كده طرف الخيط على طرف الخيط، وابدا ان انا اعمل فرماتوره يعني بالمكنه اللي هي رايح جاي رايح جاي كده عشان ده ما يفكش منك، واي زيادات بتشيليها وبس كده. بتبقى عامله زي الجاهز، ان انت بتقعدي حتى لو حاولتي تدوري على بدايه ونهايه الاستك ما بتعرفهاش، احنا دلوقتي بنتكلم على التشطيب الكويس. خلاص انا بقى دخلت ايه، خلاص هتدخلي الاستك تمام كده يا جماعه. بعد ما حطيت له الاستك بتاعه، طبعا هو بيبقى بيتضم على قد الاوف شولدر بتاعنا، على قد الجسم اضيق شويه. طيب انا اصبح عندي ده وده كده شيئين منفصلين، هاجي احط كده وش على وش، يعني انا هركب كده، يعني مثلا انت ممكن تقلبي البلوزة دي كده، انا عايزة ادخل الجزء ده وش على وش، يعني ممكن ادخل بنطلون كده من جوه، يعني شوفي انت المهم هتحطي وش على وش. طبعا بصي بتركزي الامامي مع الامامي والخلفي مع الخلفي، خلاص اهو. وهبدأ كده احط خياطة الجناب مع خياطة الجناب اهو، بصي وش اهو، اصبح الخياطة وش على وش اهي، واحط خياطة الجنب مع خياطة الجنب كده واثبت. انا كده بوفر عليكي وقت ومجهود تحت المكنة، وهاجي كده الناحية التانية برضو خياطة الجنب كده مع خياطة الجنب برضو واثبت اهي. خلاص خلاص انا كده ثبت الجنبين مع الجنبين، هبدأ بقى بصي هتلاقي كله قد بعضه، هروح جايه داير ما يدور كده مقفله الايه الوسط كله. هنشوف بعد ما نقفل المفروض نعمل ايه. طب احنا المفروض نقفله كده اهو، انت ممكن تيجي، انا هاجي كده بالابره والخيط مثلا، انت ممكن تيجي السراجيم كده سراجه وتعملي بروبه للبنوته الاول قبل ما نحط الاستك كمان، لان احنا في استك لسه على الوسط. اشوف الاطوال اللي انا زودتها، هل دي كده متاحه للجسم ده ولا لا، حاسه مثلا اللي فوق اطول شويه لا هقص منه، وهكذا. عشان يا جماعه بس ما يعني ما تتحطيش ان انت كده الموديل باظ منك، لا احنا مش عايزين كده. خلاص هتلفي كده داير ما يدور الوسط كله، وبعد ما خلاص تتمكني ان ده كده المقاسات تمام، بروح جايه مثبته ده كله خلاص بتحت المكن عشان ما اقعدش كل شويه افك خياطات مكن اهو تمام اهو. طبعا بخيط على مسافه، بسيب حوالي سنتي او اكتر او سنتي ونص خياطات كده، ليه؟ الجزء ده اللي انا سايباه ده اللي هخيط عليه الاستك بتاعي. شيل ده البوس اللي انا كنت مثبته بيه اهو تمام، كملي نفس الطريقه. طيب انا مثلا خلصت بعد ما عرفت البروف وعملت خلاص تمام، اخر حاجه عاملها الاستك، بروح قلبها زي ما انا عاملاه كده، وباجي عند المسافه اللي انا سايباها اللي قلت لك عليها سنتي دي، اللي قلت لك عليها سنتي دي هي اللي بركب عليها الجزء ده اللي بركب عليه الاستك بتاعي اهو، الجزء ده اللي انا هعمل عليها لونك عليه اللي هو الطرف، السنتي اللي انا سايباه، السنتي اللي انا سايباه ده اللي بركب عليه الاستك. طب الاستك بيبقى قد ايه؟ طبعا بكون انا اخده دوران وسط هنا يا جماعه، بكون اخده دوران وسط بتاعي، باخد دوران الوسط كده مظبوط، باخد دوران الوسط مظبوط مش يعني مظبوط، بحيث الاستك انا هاخده على قد ضمه الاستك اللي انا عايزاه. خلاص بجيب الاستك قده، طبعا الجزء ده احنا عاملينه قد الارداف، بجيبه قده. خلاص انا مثلا قصيت كده اهو الاستك بتاعي اصبح كده، فانا هاخد نصه، نص المسافه دي للجزء الامامي، وهشده نصه على الجزء الخلفي كده، هفرد كده، هفترض ان ده الاستك، هقعد اشد فيه كده لغايه ما ياخد النص دون، على فين بقى؟ على السنتي اللي احنا اتفقنا عليه. خلاص وهلف الناحيه التانيه برضو، انا شغاله يعني وانت شغاله بتلاقي النص التاني خده النص التاني، فهتلاقي الوسط بتاعك ايه ضم. طريقة سهلة جدا وبسيطة، مفيش أي كلكعة ولا أي حاجة صعبة. بعد ما بركب الأستك يا جماعة، بروح قلب خلاص كده الجامسود أو السالوبيت بتاعتي بطريقة جميلة، شكلها شيك جدا
وتحسيها مميزة، وفي نفس الوقت على فكرة تنفع حتى لو في مناسبات في العيد تبقى مناسبة، لان هي لونها اصلا كأبيض مع الجوبير يديكي في حاجة. ساعات بنعمل حاجات موديلات يا جماعة بتمشي سواريه، وبتمشي ان انا اقدر استغلها بدل ما تتلبس مرة وتتركن، تمام، او من ان انا ما استفدش منها حاجة تاني. يا رب اكون وصلت لكم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة كالعادة ان شاء الله. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تبخليش على الفيديو بلايك، ولو اول مره تخش القناه ما تنسيش اللايك برضو، وتشترك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وطبعا بتتني الرجل بتاعه الجامب سوت بتاعتنا او السلوبيت، ودي شكلها، ادي التفاصيل بتاعتها بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، ما فيهاش اي كلكعه ولا اي حاجه. ان شاء الله كالعاده تبقى عند حسن ظنكم ان شاء الله. احنا شرحنا البنطلون ازاي نقدر نعمله واسع، وشرحنا الاوف شولدر، وممكن اعمله، انا هحط لكم في صندوق الوصف طرق حلوه قوي للجامب سوت والسلوبيتات اللي حابب موديلات السلوبيتات يا جماعه. برضو بالاضافه للاوف شولدر لو بلوزه منفصله، او لو عايزه تعملي شورت، هحط لك كل الفيديوهات الخاصه بلبس الاطفال برضو ليها علاقه. انت برضو تخشي على القناه قوائم التشغيل بالنسبه للملف الاطفال، لبس الاطفال هتلاقي حاجات كتيره هتعجبك. يا رب كده اشوفكم ان شاء الله على فيديو، في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله تعملي لبس العيد بايدك ليكي ولاولادك، ويجعله ان شاء الله ايام سعيده عليكم جميعا يا رب. واشوفكم في فيديو جديد وسهل وبسيط مع قناة بي، والتعليم الخياطة والتفصيل للسهل الممتنع بدون بطر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.